خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا مع الأستاذ ياسر المنا الصحفي السوداني للحديث عن بيان الأمس، هذا البيان الغير رسمي من الإدارة الخاصة بالهلال السوداني. يا أستاذ ياسر مساء الخير عليك وأهلا بيك على شاشة قناة الأهلي. مساء الخير عليك أستاذ أمير وعلى مستمعي قناة الأهلي وكل الرياضيين في اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نتكلم عن حقيقه البيان اللي صدر، هذا البيان غير المنطقي واللي خاص بالازمه ما بين الكابتن حماده صدقي المدير الفني المصري مع اداره الهلال السوداني واقحام النادي الاهلي في هذه الازمه من خلال سطر اخير جدا في البيان، يعني ما اعتقدش ان هو ليه اي لازمه خالص. بتشوف البيان ده ازاي وحقيقته ايه بالظبط؟ تكون عارف تداعيات هو يعني سفر الكابتن حماده صبغي وظروف دراماتيكية بعد الخسارة أمام الترجي. هذا السفر وهو إعلان الرحيل عن تدريب نادي الهلال سبب صدمة كبيرة جدا لجماهير نادي الهلال ولإدارة نادي الهلال. ولأن تعاملوا مع الخسارة في على ملعبهم أمام الترجي في الوقت اللي كان فيه الهلال يطمح لصدارة المجموعة والمنافسة بقوة على إحدى البطاقتين المؤهلتين لدور الأربعة. لذلك شاهدنا ربكة في المشهد الهلالي وصدور العديد من البيانات حتى في مواقع غير رسمية حاولت جماهير الهلال أو بعض الجماهير اللي عندها مصلحة في استنفار الجماهير الهلالية للمباراة الهلال والاهلي اللي حتقام في الخرطوم في الفترة اللي جاية حتى يكون في استنفار كبير وايهام او ارسال رسائل سالبة عن الاهلي انه له دور في هروب حماد الصبغي حتى انه انا اطلعت على بعض الرسائل الفوتوشوب والواتساب منصوبة لاحد اداري نادي مدير الكره بنادي الاهلي في حوار بينه وبين حماد الصبغي بانه يعني ما اتركش الهلال ما تواصلش مع الهلال وان شاء الله حتيجي مصر والاهلي حيشوف لك وظيفه في النادي او في نادي اخر. كلام غير منطقي اطلاقا. مجموعه من المحاولات تفتكر انه اللي تحاول تصب الزيت على الاهلي المباراه المقبله طبعا وانا افتكر انه هنالك وعي وحتى اداره الهلال نفت مثل هذا انه تزيد بالاهلي في هذا الامر انه اكيد يعني هي تعي وتعلم انه الاهلي نادي كبير ولا يمكن ان ينزل بهذه الاساليب طبعا وبالتالي افتكر انه تصريحات اداره الهلال ممكن ان تمتص او تحدث هذا تصفي هذه النيران او المحاولات لازعاج الفتنه بين الجماهير و استنفار الجماهير حتى يصير بكثافه وتحاول انه تكون مباراه يعني مباراه ستار باعتبار انه الاهلي هو اللي يسبب في حلقة مدرب الفريق. الأهم اللي أنا عايز أتأكد بس منه يا أستاذ ياسر يعني سرعان ما تصرح الحقيقة وبالتالي يعني حبل الكذب دائما غسيل كما يقولون. الأهم إن الكلام ده طبعا مش صادر عن إدارة الهلال السوداني، ده الأهم لأن الموضوع مش هيبقى منطقي جدا. أنا سمعت التصريح لرئيس نادي الهلال اليوم دفع فيه ان يكون هذه الصفحه تمثل اداره نادي الهلال وتمثل نادي الهلال واكد احترامه لنادي الاهلي بس كويس وتاكيده بانه النادي الاهلي كبير ولا يمكن ان يقع في مثل هذه المسائل يعني. طيب عايز اتكلم بقى بما ان المنافسه قائمه دلوقتي على المجموعه فعايز اعرف الهلال السوداني خلال الفتره اللي جايه هل هيتعاقد مع مدير فني جديد ولا المدرب اللي كان مساعد للكابتن حماده صدقي هو اللي هيستلم؟ تعاقد مع الفاتح النقر وهو مدرب سوداني سبق ان درب الهلال في فترات سابقه ودرب الشندي ودرب كثير من الانديه السودانيه وهو في الاصل لاعب سابق في الهلال تولى المزورية من أمس الأول يعني. طيب فرص الهلال في المنافسة على الصعود أو التأهل بتشوفها إزاي جمهور نادي الهلال بالتحديد؟ والله شوف هو دائما لا يزال هي حسابيا لكن لا يزال الهلال يملك فرصة وكما هو الأهلي ويمكن الترجي بعد الفوز على الهلال
باكر صعود اقوى النجم بعد وصول النقطه التاسعه. الهلال في يفرق الهلال الفرق بين الاهلي والهلال نقطه واحده. الاهلي كما تعرف 7 نقاط والهلال 6 نقاط، فبالتالي الهلال لديه مباراه مع بلنتين يوم مقبله، ف الفرصه بالنسبه للحسابات بالنسبه للهلال هم يعولوا كثير جدا على مباراه الاهلي في الخرطوم اعتبار انها هي مباراه ممكن تكون مفصليه او تكون مفتاح الامور للهلال في حال انه حقق نتيجه ايجابيه في زيمبابوي. وبالتالي هي المباريات الكوره في ملعب الناديين و من يستطيع ان يتعامل مع المباريات المتبقيه بصوره طيبه ويحصد النقاط الاكثر نقاط، افتكر ان خروجه هتكون هي الاوفر في التاهل. بالظبط، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ياسر المنا الصحفي السوداني واللي اتكلمنا معاه بخصوص الازمه العابره اللي حصلت امبارح وغير مقصوده واكيد مش من خلال اداره الهلال زي ما هو اكد علينا. وفي الاخر كده كده مباراه الاهلي والهلال السوداني هتبقى حاسمه باذن